معقول اللي اكتشفوه، معقول اللي حصل داخل زنزانة محمد عادل اللي هو قاعد بمفرده بالبدلة الحمراء؟ ايه الحاجة اللي تم تسريبها لمحمد عادل يفعل شيء غير متوقع بالمرة من داخل السجن بعد رسالة والدته ليه؟ وايه هي التسجيل الصوتي بتاع والدته اللي هنشوفه ونسمعه داخل الفيديو؟ وكمان فريد الديب بعد كشفه لأسرار من داخل غرفة محمد عادل، اطمن يا محمد، القضية بقت مضمونة وبقت في ايدينا، وشقيقة نيرة اختي ما كانتش عايزة تتجوز ولا في دماغها الجواز، وكانت بتشتغل سكرتيرة في عيادة، ما كانتش بتشتغل موديل ولا حاجة زي ما الناس بتقول. تفاصيل كتيرة عن القضية اللي ما زالت مستمرة، واعتقد هتفضل مستمرة حتى تنفيذ يعني تقديم مذكرة الطعن والاستئناف خلال الفترة اللي جاية. كل يوم بنكتشف حقائق وكلام كتير جدا، وخصوصا بعد كشف صور معينة لنيرة، طبعا احنا ملناش علاقة كانت بتلبس ايه، ومفيش مبرر ان هو يخلص عليها عشان لبسها او علشان بتعمل حاجة معينة. اللي عايزة اكد عليه في البداية، الله يرحمها نيرة، طبعا دي دلوقتي في ايدين ربنا، لكن ايه اللي بيعمله حاليا محمد عادل؟ هنكمل بعد، لو سمحتم لايك حلو كده علشان الفيديو ده محتاجة ناس كتير جدا تشوفه، واللايك ما بيتعبش حد لو ضغطتوا عليه يعني، وكمان هيزيدنا شرف جدا ومن حضراتكم لو اشتركتوا في القناة، وكمان عشان نعرف كل التفاصيل الجديدة. عايزة اكد على نقطة، اعذروني ان انا بكررها والناس اللي هتقول الكلام مكرر، يا جماعة فين العادات والتقاليد والدين؟ فين 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 المادة الدينية، المادة التربية الدينية اللي المفروض في المدارس تكون مادة اساسية، سايبينها مادة اللي يسقط فيها عادي، ما عندهمش مشكلة خالص، واي حد ممكن يدخل يدرس المادة، ما بقاش خالص ليها اي اهتمام، مش زي الفيزياء والكيمياء والاحياء اللي مخلينهم مادة اساسية واللي بيسقط بعيد السنة. والام عليها دور كبير، مش بس ان الابن بتسيبه براحته ويجي وقت ما يجي، لا، ابنك كمان تسأليه كنت فين ومع مين، والام هي عمود البيت، بنتك بدل ما تسيبيها ما تعرفيش بتشتغل فين وانت عايشة في بلد وهي عايشة في بلد، ليه؟ فين الام اللي بتسأل بنتها اتأخرتي ليه، واللبس ده ما ينفعش، وانت عاملة ايه في وشك وحاطة ايه فين؟ هي دي الام، هي دي الام. بقولك هي لما تعوز تتجوز واحدة اسأل على امها الاول، وبعد كده اطمن من بنتها، لكن لما ام تسيب بنتها براحتها وتسيب ابنها، طيب ما هو لازم نشوف اكتر من كده، كوارث على كوارث. ياريت بس الاول نطلع من بيتنا عارفين ديننا واخلاقنا وعاداتنا، وبعد كده نتكلم مين عمل ايه بره البيت. اعذروني لو الشوية دول طولت على حضراتكم فيهم، طمنوني على امي وخلوا بالكم من امي واخواتي البنات. انا عمري ما كنت فاشل، وكنت متفوق جدا في دراستي، واحنا عارفين كده اول 3 سنين كان بيطلع الاول على الدفعه بتاعته، كانت بتستغله، كانت بتاخد منه ابحاث، وناس قالوا كان بيصرف عليها، مع الرغم ان اهلها قالوا انه ما حلتوش حاجه ومش لاقي ياكل، بس كان بيشتغل على قد ما بيقدر. محمد عادل والدته قالت يا محمد اقرا في المصحف، يا محمد تمسك، يا محمد يعني اعملوا اي حاجه، بلاش هو يتعدم، ادوله 100 سنه سجن بس مش تعدموه، عشان ملناش غيره، علشان لما حد يجي علينا نقول ابننا موجود ما ماتش، ابن عاش يتيم واخواته كمان عايشين يتامى، عنده اختين بنات كمان. وشقيقه نيره قالت كل الناس اللي متعاطفه مع محمد دول مجرمين، ويعتبر مشتركين معاه في نفس الفعل. تم تسريب فيديو من داخل الزنزانة، محمد قاعد لوحده، ناس قالوا ان هو احيانا بيقرأ في المصحف، وبعد كده قالوا ان هو حاول يتخلص من حياته مرتين داخل الزنزانة، يعني حاول يموت نفسه من غير ادنى سبب، على الرغم ان هو يعني هنقول بيصلي ومتمسك جدا بربنا، بس هو حاسس بذنب كبير جدا على ما فعله، لدرجة ان هو بيقوله انا معرفش انا عملت كده ازاي، انا كنت مش في وعي، وهو بيمثل الجريمة كمان ما قدرش يكمل تمثيل الجريمة. وابن خال نيرة اللي كان موجود معاه وكان بيدفعه هو ده السر، وياريت النيابة تحقق معاه، مش بندافع عن محمد ولكن بندافع عن السبب اللي ادى لذلك عشان يكون عبرة لغيره. سلام.